210 ساعة عمل قضيناها في تنفيذ مراحل المشروع المختلفة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أتقنه. واستنادا على هذا الهدي النبوي عملنا على دقة صنع أجزاء الجهاز المختلفة. جزء من فلسفة الابتكار التي عملنا بها والتزمنا بها الحرص على جمالية التصميم. رعينا في الاستخدام سهولة التشغيل والصيانة، خاصة أن مستخدم هذا النظام ليس بالضرورة أن يكون ذو خلفية فنية. يقول المولى عز وجل في عدة مواضع في القرآن الكريم: أفلا تعقلون؟ أفلا تنظرون؟ وهي دعوة للتفكر والتدبر في مختلف تفاصيل الحياة. ومن هذا المنطلق وجهنا سعينا دائما إلى العمل بهذه الفلسفة في كل جزئيات التصميم والتصنيع. أنا اسمي صباح البهلاني، رئيس تنفيذي لجمعية تدخل مبكر لأطفال ذوي الإعاقة. جمعية تدخل مبكر هي الجمعية الوحيدة في سلطنة عمان تقدم خدمات لأطفال من الولادة إلى 6 سنوات، وهي تقدم خدمات شاملة من التقييم والتأهيل وتقديم دعم للأسرة. الجمعية كان عندها رغبة في تطوير غرفة الحسية، فتم الاتفاق مع شباب مصنع الابتكار من هيئة تقنية المعلومات، وذلك لابتكار نظام لتحفيز الحس التفاعلي على أساس أنه ممكن الأخصائيين في الجمعية يستخدموا هذا النظام في تأهيل الأطفال في الجمعية. اسمي مهرة مدني شريف البكري، وأنا مساعدة العلاج الوظيفي في جمعية تدخل المبكر. منظومة التحفيز الحسي التفاعلي صممت للعمل على الجزئيات الآتية: المشاكل الحسية، تأخر في النطق، المشاكل السلوكية، ومشاكل جهاز السمع المركزي. أما عن الفوائد العلاجية لهذه المنظومة فهي تحفيز النطق، تنشيط المنظومة الحسية، تعديل السلوك، نظام للمكافأة بعد الإنجاز. طبعاً الشباب إجوا للجمعية وخططوا للمشروع، وأخذ 4 شهور في تنفيذ المشروع، وأيضاً قاموا بتدريب الموظفين اللي في الجمعية في استخدام الابتكار لتأهيل الأطفال، وهذا شيء طيب جداً وتعاون طيب بين المؤسسة المركز مع الشباب المتطوعين. معظم الجمعيات الأهلية اللي تقدم خدمات لأطفال المعاقين في عمان تحتاج لبعض الأدوات وأجهزة، بس معظم هذه الأجهزة تجلب من خارج سلطنة عمان وتكلف مبالغ كثيرة وتأخذ وقت الوصول، وبعض الأحيان هذه الأجهزة ما تكون مناسبة لأطفالنا. فهذا المشروع كانت من أحسن المشاريع اللي تم تنفيذها، لأنها نفذت على حسب احتياجات الأطفال في المؤسسة ومن قبل شباب عمانيين اللي هم بعد ما جلسوا مع أطفال وحسوا باحتياجاتهم ابتكروا شيء مناسب لهم. وأنا أتمنى أنه معظم الشباب المبتكرين في عمان يتعاونوا مع
مؤسسات مثل مؤسساتنا في إنتاج كل الأجهزة والأدوات التي ممكن تدعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة الكبرى، وأيضا نكون من مبتكرين بدل ما احنا نجيب أشياء من خارج وتكلف هذه المؤسسات مبالغ طائلة. أولا أشكر شباب مصنع الابتكار، اشتغلوا 4 شهور ليل نهار على أساس أنه يكملوا هذا المشروع. أيضا قاموا بتدريب الإخصائيين اللي هم راح يستخدموا هذه الغرف. أعتقد هذا المشروع راح يكون فيها منفعة كبيرة. أنا تقريبا الحين عندي عدة أطفال استخدموا المشروع هذه، وفعلا بدأنا نحس بتحسن اللي عندهم، فأنا بأشكرهم شكر جزيل وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في مشاريعهم المستقبلية.